خدت بالك انت لما كان في حرب معلنه، حرب ايه؟ معلنه على الاهلي من بعد كده 2018 وانت طالع، كانت حرب معلنه، مفيش بص مفيش اتنين يختلفوا عن كده، احنا يا جماعه عايزين نوقع الناس دي بالنادي ده، هو حرب معلنه، انا هو انا بقول لكم هنوقع ده بده. هل حد نجح ان هو يوقع الاهلي؟ هل حد نجح ان هو يأثر على الاهلي بشكل سلبي فبالتالي يقلب جمهور الاهلي على دي؟ لا طبعا، لاسباب عديده. اول حاجه جمهور الاهلي واعي بشكل كبير جدا، وعارف بالظبط ايه اللي بيحصل وايه الصح في النادي وايه اللي ممكن يكون غلط. بالمناسبه مفيش حد ما عندوش اخطاء خالص، فدي حاجه تحسب لجمهور النادي الاهلي. الحاجه الثانيه هي الناس دي محدش عارف يوقعها ليه، ولا حد عارف ان هو يعني يأثر على النادي بشكل سلبي ليه. ايه السبب؟ هل هم ناس جامدين قوي يعني ومش عارف ايه؟ لا مش كده، بمنتهى البساطه الاهلي عنده سيستم، الاهلي مؤسسه مش مجرد نادي، مؤسسه مش مجرد نادي. فطبيعي جدا اي حد بيجي هيمشي على السيستم ده هينجح تلقائي كده. طيب هو ايه السيستم؟ بمنتهى البساطه برضه السيستم بيتخلله مبادئ، الكلمه اللي الناس بتتريق عليها، مبادئ وقيم واختصاصات. مبادئ وقيم واختصاصات، المبادئ والقيم دي انت ما تقربش منها ايا كان انت مين المسؤول اللي هتيجي، اللي موجود هتمشي هيجي غيرك لازم تحترم مبادئ وقيم النادي الاهلي. في اساسيات كده معينه ما تلعبش فيها، ما تقربش ناحيتها، هتقرب ناحيتها انت اللي خسران، انت اللي هتفقد رصيد كتير جدا جدا عند الجمهور النادي الاهلي، بديهي. تمام، ادي حاجتين. الحاجه الثالثه الاختصاصات. محدش في النادي الاهلي بيقدر ان هو يخش في اختصاص التاني، منظومه متكامله كل واحد عارف حدوده وعارف واجباته اللي عليه، وما تلاقيش حد في الاهلي، ما تلاقيش مثلا مدير التعاقدات طالع يتكلم عن حاجه تخص الاداره، ممكن يتكلم عن حاجه تخصه هو في ملف التعاقدات، بيبقى بالتنسيق مع الاداره بالمناسبه مش من نفسه كده، كل حاجه بتبقى ماشيه بالتنسيق وكل حاجه مترتبه وايه اللي ينفع يتقال وايه اللي ما ينفعش يتقال. هديك مثل يا راجل، ده انا مره من سنه ونص كده تقريبا طلعت قلت ايه؟ قلت ده الاهلي خلص صفقه بشكل رسمي، الاهلي ما كانش اعلن الصفقه، بس انا كنت هدفي ان انا اطلع اطمن جمهور الاهلي، فقلت لهم ان الاهلي خلص صفقه بشكل رسمي مهمه جدا. اتوقفت على طول، مفيش، الاهلي ما بيهزرش. طب يا جماعه ده انا قلت الصفقه، ما قلتش اسم، ما قلتش اي حاجه، مش اختصاصك، مالكش دعوه، في ناس مسؤوله تتكلم عن الصفقات، في ناس مسؤوله تتكلم عن اي ملف تاني خالص، مش دورك. هي دي منظومه النادي الاهلي، هي دي مؤسسة النادي الأهلي، اللي دايما كل واحد لازم يبقى عارف اختصاصاته، كل واحد يبقى عارف حدوده وأدواره إيه وواجباته إيه، علشان كده الأهلي بينجح. طب تعالى لي بقى للكلمة، ها للكلمة اللي الناس كانت تقعد تقول لك إيه، إيه هي الأهلي فوق الجميع، إيه الشعار اللي أنتوا بتقولوه ده؟ إيه ده مش عارف شعار إيه وشعار إيه وحاجة إيه ومقولة إيه؟ لما التصريحات طلعت امبارح وأول، يا جماعة التصريحات طلعت امبارح واول من هي الناس او من هم مسؤولين عن من هم ينتمون لهذا النادي، يعني بحاول كده بس ايه اتكلم مش عايز يعني انتوا فاهميني، يعني يطلع يقول لك ايه الاهلي ما بيفكرش في مصلحه حد، الاهلي الناس اللي فيه بتفكر في مصلحه النادي. طب ما هو ده يا حبيبي، هو ده شعار الاهلي فوق الجميع بمنتهى البساطه. في الوقت اللي هم بيقولوا ايه، يقول لك لا احنا عندنا ابناء النادي بيفكروا في مصلحتهم الاول. شفت بقى الفرق؟ شفت بقى يعني ايه شعار الاهلي فوق الجميع؟ عرفت يعني ايه المقوله دي؟ الاهلي فوق الجميع يعني الاهلي فوق مصالح كل ابنائه. انت ممكن تكون يعني بتفكر في مصلحتك، نفسك توصل لمركز معين جوه النادي، نفسك كذا 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 كذا، حلو، اطمح، حط اهداف لنفسك، احلم، مفيش مشكله خالص، بس خلي بالك لما تيجي تحلم ما تنساش ان مصلحة النادي اهم، وبعد كده سيدي اعمل اللي انت عايزه.
فكر في مصلحه النادي وبعد كده فكر في مصلحتك انت او اهدافك انت. فهو ده المختصر المفيد لما يحدث على مدار ال 48 ساعه اللي فاتوا، وكلام مهم جدا في حق النادي الاهلي كان لازم نبرزه بشكل او باخر. هروح لفاصل سريع، بعد الفاصل عندنا تفاصيل كتير جدا كمان بتتعلق ببعض الاخبار المحليه مهمه قوي ومنتخبنا الوطني، وعندي كمان امور تتعلق باستعدادات النادي الاهلي لمباراه السوبر الهامه جدا يوم الثلاث باذن الله. استنونا بعد الفاصل.